السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تاريخ اليوم هو 22 من الشهر 10 شهر أكتوبر سنة 2021. كما تشاهدون هذا هو سروح النحل نهار اليوم. هناك حبوب لقاح تدخل للخلية وهناك عدة ألوان، ليس فقط لون واحد. حين تكون هناك عدة ألوان لحبوب اللقاح التي تدخل للخلية، هذا يدل على أنه هناك مرعى، يوجد مرعى ينشط عليه النحل. ففي هذه الحالة أنت كمبتدئ أو أنت كنحال حين تشاهد هذه الكمية من حبوب اللقاح تدخل للخلية، عليك بتقديم التغذية السكرية. نتجنب وضع التغذية البروتينية أو الكاندي. حبوب اللقاح الطبيعية أفضل بكثير وكثير جدا جدا من التغذية البروتينية. في هذه الحالة ينقص فقط التغذية السكرية. القليل من المحلول السكري يكفي، وأكيد ستتطور الخلية بشكل جيد جدا وبشكل ملحوظ. وكذلك هناك العديد من الإخوة ربما يتساءل، هل يمكن وضع مسيدة حبوب اللقاح في هذا الوقت؟ في هذه الآونة الأزهار لا تكون هناك مدة إزهارها طويلة، وكذلك لسنا في وقت يكون فيه تنوع كثير جدا للأزهار، فينصح عدم استعمال أو ينصح عدم استعمال هذه المسيدة، مسيدة حبوب اللقاح. اليوم مثلا تشاهد أن حبوب اللقاح تدخل بكثرة، لكن في اليوم الوالي ربما حاد في كمية الحبوب اللقاح التي تدخل للخلية، لهذا لا ينصح باستعمال مسيدة حبوب اللقاح في هذا الوقت. نحن الآن لسنا في فصل الربيع حيث يكون هناك الكثير والكثير من الأعشاب والنباتات والأشجار التي تزهر في الربيع. في هذه الآونة ربما تكون هناك بعض فقط من الأشجار أو الأعشاب، فاستعمال مسيدة حبوب اللقاح سيمنع الخلية من التطور وسيمنع الخلية من الاستفادة من هذا الكم من حبوب اللقاح. فكما تعلمون وجود حبوب اللقاح في الخلية سيكون هناك وستكون هناك حضنة جيدة ولا بأس بها، من خلالها ستتقدم أو ستتطور الخلية. كما تشاهدون هناك تقريبا 3 ألوان، وهذا طبعا شيء جميل جدا وجيد جدا للنحل في هذه الآونة، ونحن مقبلون على أسبوع من الأمطار إن شاء الله، ابتداء من يوم السبت إن شاء الله في الجزائر في المناطق الشمالية ستكون هناك أمطار إن شاء الله، أمطار الخير ستعيد للطبيعة يعني خضرتها. هناك جفاف، يعني جفاف طويل جدا، فبهذه الأمطار إن شاء الله ستتحسن الأوضاع وستتحسن الأجواء. يعني ليس فقط النحال من يتضرر من الجفاف، لكن حتى الإخوة الفلاحين أكيد سيتضررون بشكل مباشر. كما تشاهدون هذه هي كمية حبوب اللقاح، وهذا هو سروح النحل لنهار اليوم، والساعة تشير إلى حوالي 8 صباحا. يعني هذا سروح النحل في الصباح الباكر، حتى حيث يكثر جمع حبوب اللقاح. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم
من هذه المعلومات البسيطة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.